إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي خير زاد في الدنيا والآخرة، وبها النجاة يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، جاء في صحيح مسلم عن حسين بن جابر رضي الله عنه قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتاه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ وكان رضي الله عنه لا يجد على ذلك السؤال جوابا، لأن المسؤول عنه غير معروف في أهل اليمن، فلم يكن بذي جاه ولا مال ولا رئاسة، فقد طلبه رضي الله عنه في حياة رسول الله فلم يقدر عليه، طلبه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقدر عليه، وطلبه في عهد أبي بكر رضي الله عنه فلم يقدر عليه، واستمر حتى مضى شهر من إمارته رضي الله عنه، وقد مكث رضي الله عنه يسأل الناس عن أويس 10 سنين لم يكل ولم يمل فيها. وفي حج سنة 23، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحجيج في أواخر خلافته، ولا يزال شغله الشاغل البحث عن ذلك الرجل من رعيته يريد مقابلته، فلما أعيته الحيل ولم يجد المطلوب صعد عمر رضي الله عنه جبل أبا قبيس في جمع من الحجيج، أطل على الحجيج ونادى بأعلى صوته: يا أهل اليمن، أفيكم أويس من مراد؟ فقال شيخ من قرن قال: يا أمير المؤمنين، إنك قد أكثرت السؤال عن أويس هذا، وما فينا أحد اسمه أويس إلا ابن أخي لي يقال له أويس، فأنا عمه. إنك تسأل عن رجل مضيع الشأن، ليس مثلك يسأل عنه يا أمير المؤمنين، هو حقير بين أمرنا، خامل الذكر، وأقل مالا وأمرا وأمرا من أن يرفع إليك ذكره. فقال: يا شيخ، وأين ابن أخيك هذا الذي تزعم؟ أهو معنا بالحرم؟ قال الشيخ: نعم يا أمير المؤمنين، هو معنا في الحرم، غير أنه في أراك عرفة يرعى إبل لنا، أي في شجر الأراك في عرفة. فركب عمر رضي الله عنه على حمار له، وخرج من مكة وأسرع إلى أراك عرفة، ثم جعل يتخلل الشجر ويطلبه، فإذا برجل في طمرين من صوف أبيض قد صف قدميه يصلي إلى القبلة، قد جعل سترته شجرة من شجر الأراك، وقد رمى ببصره إلى موضع سجوده، وألقى يديه على صدره، والإبل حوله ترعى. فلما سمع أويس الحس أوجز في صلاته، ثم تشهد وسلم وتقدم إليه، فسلم عليه ورد عليهما التحية بأحسن منها. فقال عمر رضي الله عنه: من أنت؟ قال: راعي إبل وأجير للقوم. فقال عمر: ليس عن الرعاية أسألك ولا
من أنت يرحمك الله؟ قال أنا عبد الله وابن أمته. فقال قد علمنا أن كل من في السماوات والأرض عبيد لله، وإني أقسم عليك إلا أخبرتني باسمك الذي سمتك به أمك. قال يا آدم ما تريد مني؟ أنا أويس بن عبد الله. فقال عمر رضي الله عنه: الله أكبر، الله أكبر. يجب أن توضح عن شقك الأيسر. قال: وما حاجتك إلى ذلك؟ قال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وصفك، وقد وجدت الصفة كما أخبرني، غير أنه أعلمنا أن بشقك الأيسر لمعة بيضاء كمقدار الدينار أو الدرهم، وأنا أحب أن أنظر إلى ذلك. فأوضح له عن شقه الأيسر. فلما نظر عمر رضي الله عنه إلى اللمعة البيضاء ابتدر إليه وقال: يا أويس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقرئك منه السلام، وأمرنا أن نسألك أن تستغفر لي فاستغفر لي. فقال: قد خبرنا أنك سيد التابعين، وأنك تشفع يوم القيامة في عدد ربيعة وضر. فبكى أويس بكاء شديدا، ثم قال: عسى أن يكون ذلك غيري. فقال: إنا قد تيقنا أنك هو، فادع الله لي رحمك الله بدعوة وأنت محسن. فقال أويس: ما أخص باستغفار نفسي ولا أحد من ولد آدم، ولكن من أنت يرحمك الله؟ فإني قد أخبرتك وشهرت لك أمري، ولم أحب أن يعلم بمكاني أحد. فقال عمر: أنا عمر بن الخطاب. فوثب أويس فرحا مستبشرا، فعانقه وسلم عليه ورحب به. قال أويس: ومثلي يستغفر لمثلك؟ قال: نعم. فاستغفر له. فقال عمر رضي الله عنه: مكانك يا أويس حتى أدخل مكة، فآتيك بنفقة من عطائي وفضل كسوة من ثيابي، فإني أراك رث الحال، وهذا المكان هو الميعاد بيني وبينك غدا. فقال: يا أمير المؤمنين، لا ميعاد بيني وبينك، ما أصنع بالنفقة وما أصنع بالكسوة؟ أما ترى علي إزارا من صوف ورداء من صوف؟ متى أراني أخلقهما؟ أما ترى نعلي مخصوفتين؟ متى تراني أبليهما؟ ومعي أربعة دراهم أخذت من رعايتي، متى تراني أكلها؟ يا أمير المؤمنين، إن بين يدي عقبة لا يقطعها إلا كل مخف مأذون، فأخف يرحمك الله يا أبا حفص. إن الدنيا غرارة غدارة، زائلة فانية، فمن أنسى وهمته فيها اليوم مد عنقه إلى غد، ومن مد عنقه إلى غد أعلق قلبه بالجمعة، ومن أعلق قلبه بالجمعة لم ييأس من الشهر، ويوشك أن يطلب السنة، وأجله أقرب إليه من أمله. ومن رفض هذه الدنيا أدرك ما يريد غدا من مجاورة الجبار جل وعلا. فلما سمع عمر كلامه ضرب بدروته الأرض، ثم نادى بأعلى صوته: ألا ليت عمر لم تلده أمه، ليتها عاقر لم تعالج حملها، ألا من يأخذها مني بما فيها ولها؟ فقال له عمر رضي الله عنه: أين تريد يرحمك الله؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي. فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشراف
وهو عيسى فقال استغفر لي. قال أنت أحدث عهد بسبب صالح فاستغفر لي أنت. قال استغفر لي. قال أنت أحدث بعهد سفر صالح فاستغفر لي. قال لقيت عمر؟ قال نعم. فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه. عبد الله لقد ناله بعباد الله، لقد ناله ويس هذه المنزلة العظيمة بسبب بره بأمه واتصاله بربه جل وعلا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوعده ووصفه وخبره وحث الفاروق المبشر بالجنة أن يطلب منه أن يستغفر له إن هو أدركه عمر رضي الله عنه. وعمر أفضل من أويس القرني بلا خلاف، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ويطلب من أويس أن يستغفر له، فرضي الله عن عمر ورضي الله عن أويس. وما أعظم بر الوالدين، إن في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجرم أن يعجل الله فيه العقوبة لصاحبه من البغي وقطيعة الرحم، وأي رحم أعظم من رحم الوالدين. فالله الله في برهما، اللهم اجعلنا لهم من البارين، واجعلهم عنا راضين، واجمعنا بهم في جنات النعيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. صلى الله عليه وسلم
فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت لبني إسرائيل: إن شئتم لأفتننه لكم. قال فتعرضت له فلم يلتفت إليها أبدا. وهذا من البلاء العظيم أيها الناس، امرأة ذات جمال تتعرض لشاب في خلوة ثم لا يبالي بها. ماذا صنعت هذه المرأة بنفسها حينئذ؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعه، فأمكنته من نفسها، أي كان يرعى غنمه قريبا من صومعة جريج، فأمكنته من نفسها، فوقع الراعي عليها فحملت، فلما ولدت قالت: هو من جريج. فاستنزلوه من صومعته وهدموا صومعه وجعلوا يضربونه. استجاب الله دعوتكم ونزلت عليه العقوبة، وهو من الأولياء الصالحين العابدين. هدمت الصومعة وأخرج منها وسبوه وقالوا له: أنت مراهن، أنت كذاب ومخادع، تدعي التعبد وأنت زال كذاب. كل ذلك وهو لا يدري ما الذي يقولون ولماذا يفعلون. هدم بيته واتهم في عرضه بدعوة واحدة، لكن الله تعالى رحيم بعباده، جعل لهذا العبد الصالح مخرجا من هذا البلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقال جريج: وما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. فقال مباشرة: أين الصبي؟ فجاءوا به فقال: دعوني حتى أصلي. فصلى فلما انصرف أتى إلى الصبي فطعنه في بطنه في إصبعه، ثم قال له: يا غلام، من أبوك؟ قال: فلان الراعي. قال: فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. فقال: لا، بل أعيدوها من طين كما كانت ففعلوا. أعيدوها من طين كما كانت ففعلوا. الله أكبر دعت عليه أمه لأنه لم يجبها وهو في صلاة. وحال كثير من شبابنا اليوم يجلسون أمام الشاشات ساعات الطوال، يدعوه والده فلم يجب، وتدعوه أمه ولا يجيب. أي لهو هذا الذي هم فيه، وأي بر هذا الذي يريدونه لأنفسهم غدا حينما يولد لهم أولادا. إن حال كثير من الناس اليوم لهو عجب. والوالد يا عباد الله كلمة جامعة تعني من ولده، فتشمل الآباء وتشمل الأمهات. وهذا الحديث فيه ترغيب وترهيب، ترغيب في بر الوالدين حتى يتقي العبد دعوة والديه عليه، بل يدعو والده حينما يكون بارا، فدعاؤهما أو أحدهما عليه يوبق دنياه وأخراه. وترهيب من دعوة الأب أو الأم على الأبناء أو البنات، وقد قرنت في هذا الحديث بدعوة المظلوم التي استقر عند الناس الوجل منها والخوف، فكيف إذا كان المظلوم هو الأب أو الأم، والظالم لهما هو ابنهما لكونه قصر في حقهما ولم يستجب لأمر الله تعالى في التلطف معهما ومراعاة حقوقهما. قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لقد قرن الله تعالى حق الوالدين بحقه، وهذا تأكيد منه على الالتزام على التزام أمرهما والإحسان إليهما. وقد أكده تعالى في آية أخرى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما.
وإلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فاتقوا الله عباد الله في آبائكم وأمهاتكم، واتقوا دعواتهم عليكم ببرهم والإحسان إليهم. هذا هو الواجب على الأبناء والبنات، ألا يغفلوا عن بر والديهما ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فإنه والله ما من ولد بار فقد والديه إلا ندم أنه لم يزدد برا، وما من ولد عاق فقد والديه إلا ندم ندما شديدا على تفريطه في حقهما. وماذا يفيده ذلك؟ لقد رأيت رجلا في يوم من الأيام في المقبرة يبكي بكاء شديدا ومرا على أمي التي فقدها، فسألته فقال لقد كنت عاقا بها وأتمنى أن تعود إلى الدنيا لأضرها. ماذا يفيده ذلك؟ ودعت الدنيا وهو عاق لها، فأي حياة يعيشها ذلك الشاب؟ ولكن من فضل الله عز وجل أن البر لا ينقطع لا يبلى، وأنه بعد وفاتهما يبقى البر لهما بالإحسان إليهما بالصدقة والدعاء لهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له. واشترط بالدعاء واستجابته أن يكون صالحا، إنما يتقبل الله من المتقين. فلا بد إذا أردت أن تبر بوالديك فأصلح ما بينك وبين الله، ثم ألح بالدعاء لهما عسى الله أن يستجيب لك، لتنال بذلك مرتبة البر الذي أمر به الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكذلك صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما، حتى الصديق بعد الموت تكرمه وتسأل عنه وتصله في حاجته وتقوم بالواجب الذي كان يقوم به والده. فذلك هو البر الحقيقي للوالدين في الدنيا وبعد وفاتهما. ولا بد أن نودعهما بحال من الأحوال، أو نتودع نحن فنذهب قبلهما، وحينئذ الإنسان يلقى ما عمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا عبادي، يقول الله يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لقد أمرك الله ببرهما والإحسان إليهما وإن كانا مشركين، وإن كانا يدعوانك إلى الشرك لا تجبهما إلى دعوتهما إلى الشرك، ولكن أحسن إليهما وبرهما وقم بالواجب الذي أناطه الله في عنقك وأكرمهما وإن كانا مشركين. فكيف إذا كانا مسلمين يأمرانك بالخير ويأمرانك بالبر والصلة والصلاة، ويأمران البنت بالستر والعفاف والاتصال بالله عز وجل؟ عجيب لذلك الشاب أو تلك الفتاة الذي يرفع السماعة الهاتف على والده، أو البنت على والدتها أو والدها، ثم يرفع الصوت عليه وكأنه يناقش أحد أقرانه، ونسي أنه يتحدث مع من كان سبب وجوده في الحياة، إنه الوالد والوالدة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. عباد الله، فلنتق الله في آبائنا وأمهاتنا، ولنطع الله فيهما كما أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى، فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على خير خلقك وأفضل رسلك سيدنا ونبينا محمد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين وزوجاته أمهات المؤمنين. اللهم
تدبيره تدميرا عليه، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا سميع الدعاء. اللهم احفظ علينا أمننا واستقرارنا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا والإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه. اللهم تولى أمرنا وأصلح شأننا وأقر أعيننا بصلاح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا. اللهم اجعلنا لوالدينا من البارين، واجعلهم عنا راضين، واجمعنا بهم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عنهم يا أرحم الراحمين، واجزهم خير ما جزيت والدا عن ولده يا سميع الدعاء. اللهم اعف عن تقصيرنا في حقهم، اللهم اعف عن تقصيرنا في حقهم، واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك نصرا للإسلام والمسلمين عاجلا غير آجل. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، اللهم سدد رميهم واجمع على